أنا دخلت الجنوب كمقاومة، ومن الجنوب مقاومة دخلت إلى المعتقل معتقل. إلا إذا منلاقي مثل بهالوقت هيدا، مش من 18 سنة، منلاقي إذا بيكون وحدة عندها هالأخلاق هيدي وهالهمة هاي تجاه عدو كبير، يعني منكون كتير فخورين إنه نحن كتير بحاجة لهذا النوع من المقاومة اللي هو جوهر المقاومة، وخاصة إنه اليوم إسرائيل هي أوسع من المعنى القديم. هي مقاومة فئة أولى أكيد. محمد الزل اللي كان عم بيعيشه بالسجون الاسرائيليه، بنعرف اضطهاد العدو كيف بيكون، وهي دائما يعني اذا واحد ذكر المقاومين بالحياه اكيد بيذكر سارة بشاره، اوكي، كونها هي من المقاومين اللي صبرت كل هذا الوقت وانتصرت اخر شيء بارادتها وبعزمها.